هل تعلم أنه عدد المهجرين بسوريا بشكل 20% من اللاجئين حول العالم؟ هل تعلم بأنه في 13 مليون مهجر سوري ترك بيته ومدينته؟ وأنه هذا العدد أكثر من تعداد دول بحالة مثل اليونان، بلجيكا وسويد. 13 مليون لاجئ سوري ممكن تشوف صورهم على نشرات الأخبار بمخيمات نزوح بسوريا، أو حتى ممكن تلتقي فيهم ببلدك بمدينتك بتركيا، لبنان، مصر، الأردن، دول الاتحاد الأوروبي وحتى أمريكا. بتعرف شو يلي بيخلي قضية مهجرين الشعب السوري غير مسبوقة؟ إنه عدد المهجرين بسوريا أكثر من نصف تعداد سكان سوريا. تخيل، أكثر من نصف تعداد الشعب السوري مهجرين. يعني بمعنى آخر، ايضا نحن سوريا. بدون طمان حقوق المهجرين السوريين في كل مكان، لا يمكن ان يكون هناك حل سياسي مستدام في سوريا. بدون ضمان حقوق المهجرين السوريين لا يمكن اعتماد دستور للبلاد. بدون ضمان حقوق المهجرين السوريين لا يمكن اجراء انتخابات شرعيه وذات مصداقيه. بدون ضمان حقوق المهجرين السوريين لا يمكن البدء باعاده اعمار سوريا. بدون ضمان حقوق اللاجئين السوريين في كل مكان بعوده امنه كريمة وطبيعية، ما رح توقف موجات الهجرة. بدون ضمان سلامة المهجرين السوريين ما رح يكون في سلام في سوريا. بدون ضمان حقوقنا ما تنتقل لسوريا. باليوم العالمي للاجئين في 13 مليون سوري متمسكين بكرامتهم، متمسكين بحقهم بعودة آمنة طوعية كريمة لبلدهم، متمسكين ببلدهم سوريا. نحن 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 سوريا.